السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كل عقول العرب وكل عقول الناس اللي تسكن في دول العالم الثالث، يعني نسميها دول العالم الثالث، تفكيرهم الأول والأخير، يعني معظم الناس، ما نقولش الكل ولكن معظم الناس، تفكيرهم الأول والأخير هو الهجرة، الهجرة والهروب. لكن الشيء اللي نجهلوه هو أن هناك العديد من المحاسن والمزايا في بلداننا برغم أن هناك العديد من النقائص. ذلك الترتيب الذي سنشاهده اليوم، يعني اقتراح من عند الأخت نسرين من مدينة الدار البيضاء في المغرب، تحية لك نسرين، هو ترتيب لأفضل المدن العربية للعيش من حيث جودة الحياة. بالمناسبة الترتيب هذا ماشي أنا اللي درته، لست أنا من قمت بهذا الترتيب. رابط الفيديو الأصلي موجود في الديسكريبشن بوكس من قناة يا تيوب. من دون كثرة الكلام والإطالة يلا نشوفوا هذا الترتيب مع بعض. المرتبة التاسعة القاهرة في مصر. توفر مدينة بيئة دافئة للسكان المحليين والسياح فضلا عن الخدمات المتاحة في كل مكان، وعلى مدار الساعة مبنية على ضفاف نهر النيل. تتباهى القاهرة بالعديد من الكنوز ومنها المناظر الهادئة والساحرة، كما أن احتوائها الدافئ للجميع باختلافاتهم يجعلها من أفضل المدن للمعيشة بالعالم العربي. يعني القاهرة هذه، القاهرة فيها عدد كبير من السكان، يعني أكثر عاصمة مكتظة في العالم العربي على حسب ما أعتقد. هاي القاهرة، يعني هذه بيروت في لبنان. بيروت هو الأخرى مشهورة، لبنان مدينة الحياة. تشتهر بيروت وشعبها بالحماس والعاطفة، تضم العاصمة اللبنانية بيروت المناظر الطبيعية الآسرة، كما أنها واحدة من أقدم المدن في العالم العربي ولا في العالم. أطلق عليها اسم باريس الشرق الأوسط، The Middle Eastern Paris. وهي رمز لدمج العمارة القديمة والحديثة في آن واحد. أكيد يعني لبنان معروفة صراحة، معروفة بحضارتها وبيعني تقدم نوعا ما عقلية سكانها. شوارعها المزدحمة دائما تنبض بالحياة والبهجة، وشعبها دائما ما يرحب بالمارة بابتسامة عريضة. هذا الشيء اللي خصنا احنا، الابتسامة والقلب الصافي. ايوه جدة في المملكة العربية السعودية، مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اتحاد جدة عبد الملك زيايا. تعرف جدة بمدينة الميناء، وهي مركز تجاري بواجهة بحرية ساحرة. جدة في السعودية طبعاً الحال. تتباهى المدينة بالمنتجعات والشواطئ والمنحوتات على طول الكورنيش. بموقعها المتميز، حياتها الهادئة والآمنة، جدة هي بالفعل مدينة يعني نابضة بالحياة، وتوفر الجودة العالية للحياة والمعيشة، كما أنها أيضاً البوابة الرئيسية لمكة المكرمة. الله عليك يا جدة، يعني اللهم ارزقنا حجة ولا عمرة بيت الله الحرام، يعني إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا رب ارزقني عمرة، يا رب ارزقني حجة أنا ووالدي إن شاء الله ما داموا في الحياة. ادعوا لي خوتي دعاء مثل هذا، إن شاء الله زينوا يا مرشدي يدي والدي الحجة ولا العمرة، العمرة وفيها بركة، يعني ادعوا لي بالخير إن شاء الله، يا رب قدرني ووفقني وارزقني حجة ولا عمرة إن شاء الله. دعوة من القلب. أوكي، هاي جدة الكورنيش، هذه دول دبي، هذه أبو ظبي، هذه عمان، الأردن. الأردن أكيد، الأردن يعني دولة متطورة في العديد من المجالات، يعني حذاري للناس اللي ما تعرف دولة الأردن. دولة الأردن معروفة عالميا، يعني الناس من بلجيكا ومن أوروبا، يعني أصدقائي يريدون العيش في الأردن، يعني أوروبيون مسيحيين، يعني ديانتهم المسيحية، يريدون العيش في الأردن لأن الأردن يعني عندها تطور كبير جدا صراحة في العديد من المجالات. كونها المركز الاقتصادي والثقافي للمملكة الأردنية، عمان تعد عمان والعمان من أكثر المدن جمالا وتاريخيا وببطء، ولكن عفوا تشهد المدينة نمو اقتصادي متزايدا ببطء ولكن بثبات، كما أنها تعد حاليا من الوجهات الأكثر شعبية في العالم العربي أكيد، والتي تجذب الشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مكاتبها الإقليمية طبيعة الحال. ومن المعروف أن المدينة لها تاريخ وتراث غني يمكن رؤيته في أنقاض المعالم السياحية. أكيد يعني عمان معروف عليها، يعني الأردن معروف عليها بشكل عام، يعني معروف عليها. هذه الدوحة في قطر. قطر يا قطر، تستحوذ مدينة الدوحة على المركز الخامس في قائمة أفضل المدن العربية معيشة، وذلك نسبة لجودة الحياة العالية التي تقدمها عاصمة دولة قطر. تضم الدوحة متحف الفن الإسلامي والذي قام بتصميمه I am pay. علاوة هذا ما يعرف اسمه، علاوة على ذلك تضم مدينة الأسواق القديمة التراثية وناطحات السحاب، وهي إحدى أكثر المدن سلامة وأمنا من حيث بيئة المعيشة وجودتها. يعني شوف، يعني هذا الترتيب حسب يعني بيئة المعيشة. القاهرة يعني كانت في المركز الأخير،
هاي دوحة في المركز الثالث على حسب ما اعتقد، مركز الخامس عفوا. هاي دبي في الامارات العربية، المدينة الاكبر من حيث عدد السكان. دبي تشتهر هذه المدينة العربية بنمط الحياة الفاخر والفنادق البراقة، وطبعا بالتسوق الذي لا نهاية له. هناك يعني مراكز للتسوق في دبي يعني كبيرة كبيرة بشكل كبير، يعني مدن تسويقية، يعني مدن للتسويق. عماراتها الحديثة والمستقبلية أصبحت دبي مركزا رئيسيا للسياحة في السنوات الأخيرة. طبيعة الحال وجهات من كل العالم يذهبون إلى دبي، وذلك مع نمو وازدهار سوق العقارات بما تقدمها المدينة من يعني ناطحة سحاب، بنايات وعمارات كبيرة، هذا الشيء مفروغ منه. في المرتبة الثالثة مسقط في عمان، عاصمة خليجية أخرى تأتي في المركز الثالث على قائمة أفضل المدن العربية معيشة، وهي مسقط التي لا يمكن أن تفوتها. يعود تاريخها ولا تاريخ هذه المدينة عفوا الجميلة إلى مئات بل آلاف السنين، وهي مليئة بالمناظر الطبيعية. يعني المنظر رهيبان لجميل، ولكن في بعض الأحيان تصير بعض المدن فيها مناظر ولكن الكونتنت والمحتوى نوعا ما ليس كالمنظر. عاصمة سلطنة عمان تتباهى بمسقط بالمساجد والمتاحف، وتضم دار الأوبرا الملكية بالإضافة إلى العديد من الأماكن الساحرة السياحية بطبيعة الحال. برافو، هذه مدينة أخرى، مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة. يعني أين هي دول المغرب الكبير يا حبيبي؟ أين هي دول المغرب الكبير يا حبيبي؟ ما كاش دول المغرب الكبير، ما كاش الجزائر، ما كاش المغرب برغم كون يعني هذه البلدان يعني كبار البلدان مثل هذه. يعني أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أفضل المدن العربية معيشة، وتأتي خلف الدول. المهم في آخر فيديو راح يكون عندي تعليق وتعقيب على هذا الفيديو يعني مع الترتيب. العاصمة الإماراتية شهدت طفرة في المشهد العقاري في العقدين الماضيين، أوكي، حيث تعلو فيها ناطحة السحاب ومراكز التسوق الضخمة، بالإضافة إلى كونها محور سياحي وتجاري في المنطقة. توفر أبو ظبي بيئة حضارية آمنة لسكانها، أوكي. والمركز الأول لمن سيكون يا سادتي الكرام؟ لا 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 لا، اسمح لي اسمح لي لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي، يعني هذا الترتيب فقط لدول الخليج، الرياض، المملكة العربية السعودية أكيد، يعني تحدي مدينة الرياض. يعني أنا المهم يعني أنا بدون كره للسعودية وبدون كره لأي بلد من البلدان التي قاموا ب يعني ذكرها في هذا الفيديو في هذا الترتيب، مع العلم أن الترتيب هذا مشي أنا اللي قمت به، هذه باش نكونوا متفقين. الجزائر وتونس والمغرب وين راهم؟ قولوا لي يا صاحب الفيديو من دون كره، الجزائر والمغرب وتونس وين راهم؟ يعني الجزائر فيها مناطق للسكن، يعني فيها الامان وفيها السلام وفيها الاستقرار وفيها كل شيء. المغرب ما نتكلموش عليها، المغرب راهي مشهوره، يعني حتى كريستيانو رونالدو يجي للمغرب ويشري دار باش يعيش في سلام وفي امن واستقرار. مارادونا يجي للمغرب، يعني العديد من الجنسيات من بلجيكا سكان، يعني حتى انت تقول لي رونالدو عنده اموال، مارادونا عنده اموال، ميسي عنده اموال، يا سيدي ناس ما عندهمش اموال كبار، شعبيين من امريكا من بلجيكا من فرنسا من ايطاليا، استقروا في المغرب نظرا لسلام الموجود في المغرب، نظرا لطيبة الشعب، ونظرا ل يعني الحياة نوعا ما اسعار الحياة فيها رخيصة، يعني تعيش باقل المصاريف مقارنة مع باقي البلدان. يعني هذا الترتيب نوعا ما منقوص من ناحية هذه الدول يا اخوتي اخواتاتي. المهم الجزائر والمغرب عندها مركز في هذا الترتيب انا على حسب ما اعتقد، من دون يعني من دون كذب ومن دون حقد ومن دون كره، ما عنديش حتى حقد وما عنديش حتى كره، ولكن حقيقة تقال. يعني ما الجزائر مثلا عندها بعض المدن في الشرق وفي الغرب، يعني في الغرب عندنا مدينة تلمسان، واحدة من أأمن المدن، واحدة من أجمل المدن، من أكثر المدن يعني فيها الأمن والسلام والاستقرار والعديد من المناظر الخلابة. في الشرق عندنا قسنطينة، عندنا كذلك يعني بعض المناطق في القبائل، يعني هناك العديد من المدن اللي كان لابد عليكم ذكرها في هذا الفيديو، ولكن معليش. حتى في المغرب عندنا مراكش، عندنا أكادير، عندنا كازابلانكا الأخرى بإمكانك أنك تكون فيها، لأنه العديد من الأحياء فيها يعني خاصة بالناس اللي مستواهم يعني عالي، وخاصة وكاين ناس مستواهم متوسط والناس يعني اللي مستواهم عادي. يعني في كل مدن كاين كما تريد، يعني كما تشاء،
تريد الذهاب إلى الأحياء الفقيرة، تذهب تريد الذهاب إلى الأحياء الغنية، تذهب تريد الذهاب إلى الأحياء المتوسطة، فمرحبا. يعني هذا وشيء. المهم يعني هذا الترتيب كان فقط من أجل التعليق والتعقيب، كان هذا تعليقي. من يوافقني الرأي يضغط على زر لايك. تحياتي لكم كاملين، تحية لكل من يشاهد قناتي. Peace.